بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسيع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجوهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من تشاع وتنزع الملك ممن تشاع وتعز من تشاع وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار يطلبه حسيبا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تذرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ما
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب المحسنين قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيام تعدوا فله الأسماء الحسنى لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتع بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر ولا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الملأ الأعلى يقذفون من كل جانب رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل ولهم عذاب واهب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من يا أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسلوا عليكم شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيحنا لله شتتا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس من الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا مالک ہے. بہت مہربان نہایت رحم والا انصاف کے دن کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اس سے ہی مدد چاہتے ہیں. ہم کو سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل کیا. ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے. یہ اللہ کی کتاب اس میں کوئی شک نہیں. راہ دکھاتی ڈر رکھنے والوں کو جو یقین کرتے ہیں بن دیکھے اور نماز قائم کرتے ہیں. جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں خرچ کرتے ہیں اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں. انہیں لوگوں نے اپنے رب کی راہ پائی ہے اور وہی کامیابی کو پہنچنے والے ہیں. تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا اللہ وہ ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ زندہ ہے وہ سب کا تھامنے والا. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. اسی کا جو کچھ